الآن ننتقل إلى منفذ شميسي، أحد مداخل مكة المكرمة للقادمين من جدة، ومراسلنا فهد السمحان. أهلا بك فهد. قبل 4 أيام من وقفة عرفات، كيف تبدو الحركة على منفذ شميسي وخاصة فيما يخص حجاج الداخل؟ أهلا بك وليد وبمشاهدين قناة الإخبارية. دعني في البداية أتحدث عن ما وجدوه ضيوف الرحمن. التقينا عدد من ضيوف الرحمن قادمين عبر المنافذ، خاصة في المنافذ البرية. السهولة في الإجراءات، السهولة في كل شيء مقدم ومسخر لضيوف الرحمن. هناك 22 جهة حكومية وأكثر تقدم أكثر من 123 خدمة لضيوف الرحمن في جميع المنافذ. أنا هنا في منفذ شميسي هذا العام، ومثل الأعوام الماضية سهولة في الإجراءات، لا يوجد هناك حتى الآن ارتداد في حركة السير. كما تشاهد هناك أكثر من مسار يقدم خدماته لضيوف الرحمن. أيضا تم إعادة عدد من الحجاج اللي حاولوا الدخول إلى المنفذ من غير تصريح، إضافة إلى هناك تم تطبيق الأنظمة والتعليمات في عدد كبير من المركبات التي تحاول دخول أيضا حجاج إلى المشاعر المقدسة. هنا في هذا المنفذ، منفذ الشميسي، يعني يقوم من الطرق وتدخل السريع وهيئة الإحصاء وجميع وأيضا الصحة والجميع يقدم خدماته على أكمل وجه لضيوف الرحمن. طيب فهد، دائما ما تشهد منافذ الدخول إلى الحرم في كل موسم للحج توافد الكثير من المخالفين من الحجاج الذين لا يحملون تصاريح لأداء نسك الحج. هل من أرقام لأعداد المخالفين الذين تم إعادتهم من منفذ شميسي أقصد، وما هي آليات التعامل مع الحجاج الغير مرخص لهم بالحج؟ بالطبع هناك مخالفين وهناك تعليمات تطبق عليهم، ولكن حاليا لا يوجد أرقام، ولكن في النشرات القادمة سيكون هناك إحصائيات لأعداد المخالفين. وأيضا هناك في جميع المسارات للدخول إلى مكة المكرمة لوحات إرشادية، وأيضا تنبيه للمخالف أن يعني عدم الدخول إلى المنافذ أن هناك أنظمة وتعليمات، وما زلنا نتابع هذه التغطية، وإن شاء الله في نشرات قادمة يكون هناك أعداد وإحصائيات لمزيد من يعني الأمور التي تسهل على الحجاج بإذن الله تعالى. شكرا. هذا الحج وحج آمن بإذن الله تعالى. شكرا فهد، بالتأكيد سنكون معكم أولا بأولا، أنت وجميع الزملاء في كل المنافذ التي تحيط بمكة المكرمة. شكرا فهد، كنت معنا من منفذ شميسي بمكة المكرمة.